الفريق اللي هنشوف حضراتكم مع حضراتكم دلوقتي يعني الحقيقه محتواه في منتهى الاهميه وفي منتهى الاحترام، محتواه عباره عن فكره التنمر اللي هي انسانيا فكره من اتعس ما يمكن، شيء يعني مش مجرد مزعج قد ما هو شيء مقرف جدا الحقيقه، ونقدر نقول ان هو بيشكل خطر يهدد علاقات البشر ببعض، دي طبعا حاجه بتؤثر سلبا بشكل فظيع على اي شخص بيتعرض لها، وطبعا عبر الزمان من زمان جدا وفي مختلف انحاء العالم سمعنا وقرينا اخبار كتير عن ناس ما بين اقدمت على الانتحار نتيجه كثره التعرض للتنمر او اقدموا بالفعل وانتحروا، يعني الموضوع ممكن يوصل للدرجات دي، احنا بنحطم نفسيه انسان. ده في الكلام عن البني ادمين بشكل عام، ما بالكم بقى حضراتكم لما يكون اللي بيتعرض للتنمر ده طفل صغير، بانعكاسات بقى هذا الامر على الطفل طبعا شيء في منتهى الصعوبه. والحقيقه لجنه الطفل بالنادي الاهلي اللي الحقيقه دايما ليها فعاليات كتير محترمه ومهمه بتقوم بيها، نظمت مؤخرا ندوه تحت عنوان لا للتنمر في حياه ابنائنا، هنشوف مع حضراتكم تفاصيلها من خلال هذا التقرير، اتفضل. التنمر كان اكتر حاجه نقدر نشتغل عليها ونعمل لها ندوه وننزل للنادي وننزل للاعضاء نعمل لهم حمله توعيه من جديد وحمله تذكره للناس نقول لهم برده خلي بالكم انتم بتربوا بشكل غير مقصود ان انتم ممكن توصلوا للولاد للتنمر وممكن تاثروا على الولاد بشكل غير طبيعي في التربيه او في الاسلوب وكده. هو موضوع مهم ومهم ان احنا نتعرف عليه بشكل اعمق. احنا بنتكلم عليه بشكل واسع يعني اللي هو المفهوم ازاي نقدر نخلي الطفل يفهم معنى انه ما ينفعش يتنمر على طفل اخر، ازاي نخلي الطفل التاني اللي هو تنمر عليه انه يفهم انه ما فيش مشكله لو حد اتنمر عليك انت لازم تواثق في نفسك، بننمي عنده مهارات الثقه. احنا بعد الحدث بنشوف مدى رضا الاعضاء عن الحاجه اللي اتعملت وهم اللي بيبتدوا يطلبوا ان احنا نكررها فرع الجزيره او في فرع الشيخ زايد. اغلبيه الايفنتات اللي احنا عملناها كلها كانت متكرره في الثلاث فروع، الايفنت بتاع العاب القوه وايفنت التنمر اللي احنا عملناه قبل كده والنهارده برضو عن التنمر لان المشكله دي بتواجه كل البيوت. عملنا طبعا اعلان على السايت بتاع النادي الاهلي وفي نفس الوقت بعد كده بدانا نروج للفكره، فكره التنمر، لان الموضوع زاد قوي الفتره الاخرانيه خصوصا عشان الكابت بتاع الولاد وفتره الدراسه اللي كانت متوقفه. بعد ما حصل الكلام ده كله اتفقنا طبعا مع الاستاذه نداء انها جابت الدكتور عزه الجزيري، ويعني من بدري بنجمع الاطفال بحيث ان احنا نبدا نشوف الفعاليات هتبقى عامله ازاي والناس تتبسط ويبقى كله مبسوط ان شاء الله. استفدت ان لو في حد اتنمر عليا اقدر اوقفه عند حده ولو اتنمر عليا تاني ما يعرفش يتنمر عليا. هي كانت النهارده كانت جميله جدا ومفيده، استفدت منها حاجات كتير. استفدت منها ان انا كل واحد لما يجي يتنمر عليا بعرف اوقفه عن حده. استفدت ان انا ما اضايقش حد وان ما حدش يضايقني، واستفدت برضو ان هم حلوا لي مشاكلي وكده. احنا استفدنا منها ان احنا اتعلمنا ان احنا ما نتنمرش على حد. حاجه طبعا هتفيد كل الناس اللي في النادي الاهلي عشان هتخليهم ما يزعلوش اي حد، وطبعا ممكن يضر بيتنمر عليه، وهي هتفيد كل الاعضاء طبعا ان هم يحترموا غيرهم، وحتى لو حد ده في حاجه وحشه لازم برضو يحترمها ولازم يديله حاجه تبسطه. أنا يعني هتفق معاك في المقدمة اللي أنت قلتها قبل التقرير ده بصراحة، لأن كلام محترم جدا. إحنا بنتكلم قد إيه فكرة هنا التنمر، الناس بتقول لك المصطلح ده جديد إحنا ما نعرفوش، لا بس لو حتى المصطلح ده جديد هو السلوك ده قديم، يعني صحيح. السلوك ده قديم بقاله كتير جدا طبعا. فكرة إن ناس تتريق على بعض أو ناس مجرد إن هم مختلفين عن بعض أو الغير مختلف عني فإن أنا أقلل منه، ده موجود كتير جدا. ونقطة كمان بين الأطفال، بس أنا بقول لك على حاجة، الأطفال اللي بتعمل كده طبعا منهم لسه صغير وعايز يتعلم وغيره، بس جزء تاني ممكن يكون الأهالي في سبب، خلي بالك، لأن أنا مفروض دوري كولية أمر إن أنا أعلم ابني من وهو عنده سنة، على فكرة عادي جدا، مش قصة، إن هو يحترم الغير، إن هو يتعامل مع الغير بأسلوب كويس، إن هو ما يقللش من حد، لازم من هم صغيرين. فأنا بشيل العبء أو هحط العبء على الأهالي في الأول وفي الآخر، يعني القصة مش طفل وخلاص، لأن ده زي ما أنت قلت ممكن فعلا شخص، ودي بتحصل على فكرة، بينتحروا.
يعني بتخيل طفل صغير من كتر التنمر عليه بينتحر. طب اقول لك الابشع كمان، في ناس بتنتحر من الضغوط النفسية اللي الأطفال وتلاميذ اللي بتمارسها عليهم عيلتهم كمان. يعني تخيل أنت التنمر ده لما يكون جاي كمان من عيلتك مش من الخارج، فدي كارثة أو يعني كارثة حقيقية، شيء مؤسف. فالوعي لازم يكون لينا كلنا بصراحة، مش بس الفئة معينة. وإن جيتي الحق بقى، لو حنشير بأصابع الاتهام، فأنت عندك جهات متعددة مسؤولة عن ده، كلها بتصب في الآخر في التنشئة الثقافية للأطفال، واللي في يعني في بعض الاحيان الاهالي ذات نفسهم محتاجين ان هم يعاد تنشئتهم ثقافيه. بس الحكايه باديه من زمان، من قدم التاريخ، حتى في اوائل بروز الفنون على مستوى العالم. فنون السيرك مثلا كان زمان الى حد كبير بتعتمد على برضو الاقزام وعلى الناس اللي بيعملوا حاجات زي كده. اعمال مسرحيه لغايه فترات زمنيه مش بعيده قوي كانت بتعتمد جدا جدا في معظم مشاهدها على التنمر على حد مثلا رفيع قوي، حد مليان زياده، حد قصير زياده، حد طويل زياده، حد لون بشرته مختلف. فاذا كانت يعني اقول لك ايه بقى، لا انت اصبت نقطه مهمه جدا صح، لان ده كان جزء من الثقافه اللي احنا كبرنا عليها، متعودين ان دي حاجه لطيفه وبتضحك. فاحنا بقينا نقابل ناس زي كده، مش كلنا طبعا، انا عمري ما يعني عملت كده ولا شفت حد قريب ليه بيعمل كده، بس بنشوف ده فعلا بيحصل، لان احنا ده اللي احنا اتعلمناه في السينما او في الدراما او يعني للاسف زي ما انت بتقول في المحيط بتاعنا.